الممثل ايضا وملكه عمان لبنان السابقه نادين نجيم. مساء الخير عليك عبر ميوزك نيشن. مساء النور نادين، مبروك عليك جائزتين اليوم حصلتيهم، يمكن او جائزه بجائزتين عن دورك كافضل ممثله لبنانيه بمسلسل اجيال وباب ادريس، فمبروك نراكس اليوم. ميرسي كلك ذوق. قد ايه سعيده بهذا الحفل بدايه؟ ولا شك انه حفل كثير كبير وقدرت تحصدي من خلال عملين نجاح كثير كبير على مدار هذا العام. كتر خير الله، اكيد مبسوطه كثير، اكيد هالجائزه حملتني هلا مسؤوليه، اكيد ما رح تنيمني حرير هالجائزه، بالعكس بدها تطلب مني مجهود اكبر لحافظ على هيدا المستوى، وبشكر ربي وبشكر كل الناس ان شاء الله. خبرينا فستان الاورانج اليوم متعلقه فيه من تصميم مين؟ خلينا نشوفه بدايه شوي. من تصميم مين الفستان؟ مثل العادة زهير مراد، على طول بلبس من زهير مراد وعلى طول هو بيهتم بإطلالتي، وحتى فستان عرسي كمان زهير مراد. فستان عرسك اللي هو سيصادف بعد أسبوع من هلأ مثل ما عرفنا من مصادرنا 6 أيام. 6 أيام على الأد، يعني أي نهار تحديدا؟ لساز جوان 16 حزيران. أوكي، تدخلين القفص الذهبي، اخترت شريكك الآخر رادين، نصفك الآخر، قدي سعيدة بهذه الخطوة اللي رح تقدم عليها اليوم؟ أكيد مبسوطة كتير، يعني بالنهاية الزواج شغلة حلوة كتير، أكيد اسمه هادي أسمر، زواج شغلة كتير حلوة وخاصة لما تكون عن حب وعن تفاهم، وحلو أنك تأسس عائلة ويكون عندك أولاد، وكتر خير الله بقول أنه لقيت شريك حياتي، لأنه هالحياة ما لها معنى إذا أنت ما عشتها وشاركتها مع شخص. أعمالك الجديدة المرتقبة بمسلسلات درامية، في يمكن مشروع فيلم سينما جديد؟ يعني هلأ في كذا شغلة عم تتحضر، بس بعد ما في شيء 100%، بعرف إنه في أجيال بارتو خلصته بينعرض بالشتوية وبنشوف بالصيفية شو بدنا نبلش. هلأ كمان أيضا على الألبسي الفضائية. صح، عم ينعاد البارت 1 على الألبسي الفضائية. نادين ختاما كلمة لميوزك نيشن. بدي أقول ثانك يو لميوزك نيشن، يعطيكم العافية إنكم عم بتغطوا هذا الحدث وبشكركم من كل قلبي. تشاو.